لنا بقى نعمل ايه في التاتو دي، مشكله كتير جدا من الستات. نزيله ازاي بشكل طبيعي مش مؤلم وما ياثرش على الجلد الوش؟ انا النهارده عايزه اتكلم على كل انواع التاتو، اللي هو الحواجب، البق غالبا اكتر حاجه بتبقى وحشه قوي انه الحواجب لما بتبقى مخضره او مزرقه، او البق او البق سودة. اللي ولا البق اللي بيقلب موف ومزرق كانه قفلت الباب على صباعك. لا بجد صعب بيبقى اللون. هو ده بيحصل ليه اصلا؟ لانه بيكون اللون صيني رصاص جمع تحت الجلد مع الوان مش اورجانيك. عشان كده يا جماعه لما بنعمل تاتو او اللي هو تاتواج المايكرو بليدنج وات ايفر، احسن انه يروح بعد فتره انه ما يقعدش كتير عشان ما المهم. او تاتو الجسم اللي في ناس كتبت اسم واحد كانت بتحبه وبعدين سابته فعايزه تشيله ومصيبه هتعمل ايه، فاهمه؟ وات ايفر، او اللي بيكتبوا جورنال على ده. بلاش اسامي الحب، الحب شو اخد بنحبهم بره اجسامنا. بلاش نكتبه على يعني تبقى نكتب على اوراق الشجر. ما حبكتش يعني، ما احنا هنتكلم على اوراق الشجر النهارده. انا جماعه جايبه لكم وصفه لاول مره هتتقال وحاجه جديده خالص. عشان نشيل التاتو، احنا لما بتيجي الست عندي تعمل ريشوفيه او ريمو تاتو ريموفر او وات ايفر، تاخد في ناس حرام يعني امكانيات الماده دي غاليه اللي بنشيل فيها الريجوفيه، في ناس ما عندهاش الامكانيات دي، في ناس لما بيبقى اسود قوي 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 بعمل مره واثنين يعني فاهمه، عشان انت اكتر من مره عشان حسب يتشل. لا حسب وصل فين وبقاله مده قد ايه ونوع الحبر ايه ونوع الابره ايه. فانا عايزه اديكم لو هو على خفيف او الجسم، انا بشيلش تاتو جسم طبعا. شوفي بقى، هتجيبي ورقه التين. الورق شوكي ولا تين؟ لا لا لا، جرقيه مفيده. برشوم كتين برشومي شوكي؟ لا تين برشومي الورقه. اوكي. وهنجيب التينايه نفسها. اوكي تينايه، ويستحسن التينايه بورقتها، الورقه لوحدها والتينه لوحدها. اوكي. ويستحسن التينه ما تكونش مستويه. ليه؟ هقول لك ليه. حاضر. هناخد الورقه بتاعت التين، انت هتلاقيها خشنه، وبدل ما تعملي بالابره على التاتو وتقعدي تفتحي تك 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 المسام عشان نمسحه، هتصنفريها بورقه التين. اوكي. اوكي؟ في ناحيه خشنه وناحيه، نستعمل الناحيه الخشنه. هنصنفرها بورقه التين بس، يعني ما نبقاش لانها هي بتوجع، ما نعورش نفسنا. نعمل شويه ورقه التين، بعدين هنجيب التينايه كل حاجه فيها الداء والدواء. طيب التينايه نفسها، انت قلتي ما تبقاش مستويه يعني تبقى خضراء نص نص، اللي هي لما يعني تكون عندي، عارفه اللبن الابيض السائل الابيض اللي بيطلع من التينايه دي؟ هو ده الدواء. اوكي. هتاخدي الماده دي البيضة، وهتروحي بعد ما صنفرتي التاتو اوكي تدهنيه على مطرح الصنفره. اوكي. ونسيبه ينشف شويه. خلاص احنا كده عملنا العمليه اللي هي احنا بنشتغل في ازاله التاتو. الاول تفتحي بالابره وبعدين مش عارف تحطي ايه وبتاع، احنا خلصنا الخطوه الاولانيه. هنيجي للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هنجيب شعير دقيق. اوكي. دقيق الشعير. اوكي. وهنروح حاطين عليه ميه، انت وزني مثلا كوبايتين ثلاثه وات ايفر قد ايه، هتحطي عليهم ميه سخنه واتحركي اتحركي اتحركي لغايه لما يبقى كانه عجينه. لو عايزاه يلف معاكي شويه هتحطيه على النار سنه، وانت عايز انا عايزاه عجينه زي الكريم بس جامده. خلاص عينك هتبقى يعني مش قادره اقول بالظبط المده، يعني شعير وميه ولفه على النار. هنلفه على النار لغايه لما شويه يجمد، طبعا الشعير فيه نشفة فهو يجمد. وبعد كده هسيبه يبرد بس ما يبردش قوي. هاخده وهو يعني دافي، اكتر من الدافي بشويه، سخن شويه لدرجه ان انه جسمي يستحمل الحراره. أوكي. عشان ما تحرقش. اوكي اوكي. حاضر. هنروح واخدين الكلام ده، اللبخه دي. اوكي. هتبقى زي اللبخه كده. اوكي. وهنروح حاطينها على التاتو بعد ما عملنا صنفره ورقه التين واللبن بتاع التين. واللبن بتاع التين هناخد اللبخه دي
ونحطها واتبر على الايد على الحواجب على البق اللي هو. وبعد كده هجيب البلاستيك، عارفه اللي بنلف بيه الستريتش الاكل الستريتش، وفي حاجات للحواجب بتلزق يعني بس مش سوليتيب طبعا، اللي هي البلاستيك الستريتش. هتلفيه وتسيبي اللبخه دي موجوده على مكان التاتو لو هو هنا. يعني انا بفضل تنام بيها، ان ما كانش لو انت مش خارجه بالنهار وقاعده حطيها واقعدي في البيت هي ملفوفه 5-6 ساعات كده. ودي ما بنحطش عليها زيت خروع على الاسفل؟ لا هكمل لسه. بعد كده هنشيل هذا الكلام وننظف الايد مطرح او ننظف مكان ما عملنا التتواج الازاله دي. وبعد كده هجيب زيت خروع. زيت الخروع هستعمله زيت 3 مرات في اليوم، بس المهم يكون زيت خروع اصلي ونقي، وتبقي عارفه مصدره انه زيت خروع. اللي بيعمل ايه بقى زيت الخروع؟ زيت الخروع هيساعد، انت دلوقتي فتحتي المسام دخلتي المواد دي في قلب الجلد، زيت الخروع هيسحب اللون لبره. اوكي. هيبتدي يسحب اللون بتاع الجلد الحبر اللي جوه يسحبه لبره، في نفس الوقت هيخليكي ما تلتهبيش او أوكي. الالتهاب يقل، لانه الكلام ده بيلهب بيعمل التهاب. اللبخه دي والحركه دي بعملها مثلا كل اسبوع مره؟ كل اسبوع مره، وفي كل الايام حطي مره او مرتين مرة. يعني الست اللي بتشتغل حطي مره بالليل خروع، اذا كنت قاعده في البيت حتى الخروع. يعني انا ولو اني اي دونت بليف انه بيطلع شعر، بس هو مفيد مش هيضر. لكن هو بيسحب اللون. بيسحب اللون، ايوه بيسحب اللون. بعد قد ايه بقى عملته كل اسبوع وحطيت خروع كل يوم بالليل؟ شوفي الوصفه الطبيعيه عايزه طوله بال وصبر، يعني هتقعدي تستعملي شهر هتحسي التاتو ده خف قوي. بعد ما خف قوي بدل ما انت كنتي هتروحي تعملي مرتين او 3 ازاله ريجوفي او تاتو ريموفر او واتيفر، هيكوني انت طلعتي اللي بره، يعني اللي على الطبقه الاولانيه ده والحاجات اللي من بره هتكوني خف، انت هتلاحظي انه خف قوي. بعدها ممكن تعملي جلسه واحده من اللي هو ريجوفي او ازاله او ليزر او واتيفر انت عايزه ايه، وكده تبقي خلصتي تماما منه ولا هيسيب لك اي اثر. ورقه التين وبعدين اللبن، لا الحته الخشنه منها او عاملاها على حواجبي بس يعني بشويش بشويش كده ما اعورش نفسي. وبعدين اللبن ده اللبن بتاع التين، التينيه بالعمود بالعرق بتاعها ايوه بيطلع منها كده لبن لونه ابيض. حطها على حواجبي، هندهن على الحواجب وبعدين نستنى ينشف. وبعدين اكون عملت الشعير مع الميه السخنه مع الميه وسخنته وعملته لبخه وعملناه لبخه ومحطاه تاني بالظبط وستريتش بالظبط وانام واصحى يبقى عندي خروه اقوم حاطه على نمسح الاول. طبعا هنمسح مكانه وبعد كده نروح حاطين الخروه. هتحطيه مره مرتين 3 وما تكتريش عشان ما يسحش على عينك. لا طب لو انا التاتو بتاع بقي هل برضو خروه؟ هتحطي يعني طعمه وحش وريحته وحشه بس حطي خروع. اقول لك حاجه، كل انواع الحاجات الغاليه جدا 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 الكورس اللي هو بيتباع ما بعد التاتو ريموف كله دخله خروع. كله دخله خروع، لان الخروع بيلطف من التفاعلات الكيميكال الحاجات الكيماويه، الخروع بيخف من تأثيرها، فبالتالي بتبقى بيعمل هيلينج للجلد. يعني اذا خروه من الحاجات الحلوه طبعاً، طبعا يعني طبعاً. بدل الحاجات الغاليه وبدل ما ندفع ارقام، يعني دي وصفات محتاجه صبر بس وصفات طبيعيه ويعني مش هتكلفنا ولا حاجه أي ولا حاجه. وفي الاخر بعد شهر شهر ونص يعني هتلاقيه انت نفسك خفه قوي. ممكن تروحي تعملي بدل ما تكوني بتعملي 3 جلسات تعملي جلسة واحدة ريموف ونشيله تماما وخلاص.